ابراهيم وعقلي بيناتهم ما تغلي تهي شوري دهري ولي وبيناتهم ما تفرش كل خطرة في حرب السرقة والقرب ما يسواش القلب ما تسواش النية دغمك صبا والرقصة بالعود قدر بحساب وكل شهود يركبنا ولا علينا نور عندك الحب تملي عديا لكن ترضيك عيش الضاغية انا قبل برا والداخل فاضية ما قدمنا مبقينا في الماضي وتقول كيفاش قبل ولدي واللي ونكمل حياتي عادية ولا نصبر الأحكام القاضية دارو زعما تاريخ جديد مترشح يطوب والكذب يزيد دوار ضايع اهله يغيب ما بقيش معنا دير يدك في يدي نبدوها الدوار المصدية ايا لتحت واللي يخدم يدي نحيو تورات باب وجدي صح اقول لي يا درش داروا جماعتنا في الاجتماع تاعهم اسمع السيخ الى يدك اخويا انا سمعت وما دياش عليا بالرسم لو كان جيت عزيز عليا قاع ما نقولكش انا خاطيني هذا البوليتيك قال لك الاخرين غادي يدوا راهينا من الاخرين ويقروا الهريلة ولا الطاجرة هل الزوج داروا بلان واحد المهم خطرة جاية كي تبغي الدروشة اطلق الدينار عزيز المستهلك لا مريقلة صاحبي سينكو خاطيك مريقلة اخويا مريقلة انا هاد الان بغيت نكسي روحي مستيكروي نبدو بالسروال السروال 25 هذا على الحاج الطيب من برا يا ولد عمي راني السروال تاعي هذا راه عاد جديد 18 سنين من جريدو دافي يعاون في الريحة يمص الريحة ديكور شحال شريتو عندي كاع 5 سنين 6 سنين عاد جديد والو 15000 ومن برا يا عباد الله الصابونة صابونة 2005 وكي داير هاد الصابونة هادي كتشريها عازال فيها ريحة الخير الخير هادي بزاف على 2005 والو تربح كيف بنتورا
120,000 بزاف كاع هادي 120,000 نشري بلاطة دي 3 الكيلو بصح 3 الكيلو شحال يجيني الكيلو قال لك 3000 تولي في والو 3000 والو والو تربح هذه مكسيم مستيكين تحف شوف الحاج السي رفيق هذا شامبيوني في الفوفينام الفول كونتاكت الكيك بوكسين والبوكس هذا الكدر اللي راك تشوف فيها الحال خاطف 40 طيارة والخطفة نتاع الأرض بلا حساب السيد عنده تاريخ كبير في هذا الصوالة مجهد وإكسبيريونس كاع هذا الشيء يسموه رفيق هذا نورمال ما يسموه كيدار يسموه تراكتور يسموه حيط هذا يدخل في حيط يهتك شوف السيد مبلع بلع بالشحم تبارك الله ما عندكش وين تزيد هذا زعما يدخله الباب اللي دخلنا احنا هذا يقاري كما التراكتور هذا نورمال ما يرقوش في الدار برا كراج وثما يهودوا له الماكلة وكي يكمل الخبز يديروا له العلف هذا شقته ماكلة وشقته بيض وخبز وفريت و... لا 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 كوك ما راكباش مع السمية ما عليناش المهم احنا راه عندنا واحد المشكل مع الدهاشرة ورانا باغين نجيبو واحد الدري من عندهم انت خدمتك غي تجيبه حنا نهضرو معاه يفهمنا على واحد القضية تاع موتور وين راه هي ونطلقوه يروح ضربك نقول لك على الخطة اللي غادي نمشو فيها غادي نمشو في الخطة نتاع الوحش الناري الصباح هذا الدري هذا رانا استعلمنا وسكرنا عليه الصباح عند 9:15 يكون عند الكرمة الفم ما تخربش لخاطر الحركة وكذا وتولي حاصل مع الناس العشرة 10:45 يكون عند القهوة الثمة أما تخربش غير الميزان ودير حسابك في الرفدة كيفاش تطومبالي كيفاش تلمده العشرة 10:15 يكون عند المستوصف ثم لمده بشكارة وجبال كونك معنا الحاجة 10:16 يكون عندك وكاينة حاجة كي تفري قضيتك رجلوك وتدي دراهمك السيدي حط الدري قدامي ودي دراهمك انا ما نخدمش لافونس ساي ماشي مشكلة الحاج وعطيه التصويرة نتاع الدري باش يعرف كيفاش يخدم ابراهيم اروح الله ينعل بك اروح نخبط فيك وفي دار ويا ويا نموت ودي اول ويا ما نبقاش اروح ما تشيفا الحاج ويا ويا الحاج ويا الماء ورا الماء ويمشي الماء ويا ويا عبدي ماشي بالماء ما رانيش على بالي موتو الداوة الحاج واش تكاين باغي انا نقصدك في واحد الطلب او يقصدني نكون راقد انا قصديني نكون نايم ما تقولي لي شهاده الدراهم وصافي
الحاج الحية لها ويو هذا يقول بنت عمي العالية في دوار مهبول باغي تزوج ولدها عندها العرس وقلت نمشي نحضر معاهم وإلا بغيت نعاونهم حتى بكبش باش يديروا لها الحنة. كبش؟ إيه نسمى إحنا راه عندنا المشكل تاع الموت اللي خونوه والاقتصاد تاعنا راه في خطر وانتيا تحوسي غير تردي بنديرك وتقرعيه هذا البندير هذا اللي كي يدخل الصيف ما يريحش وتعاوني بكبش ثاني ما قلتي حولية اجدي ما قلتي مصروف تاع خضرة اسيدي كادو كيسان وسرابيل كبش يا الكبش راه ينقام في ذوليان وين راه علفه وين راه الماء وديجا الموتور خونوه وين راه الماء ما كان لا كبش لا والو صح نمشي نقعد عندهم حتى يومين ولا ثلاثة كيما بغيت انت تعاونهم لصقة لصقة انتي كي تحوسي على حاجة ديريها ديريها بالسيف انتي نورمالمون ديك معايا كي نبغي نلصو ونشري العمر صح في واحد المشاكل راهو عندنا انت بغيت تمشي روحي هي نوري تقدر تتوضا نصلي يا شايني بن شايني يا ندى تفكريش يا ندى تفكريش نحس راي فكر من كنت صغير براسي مهني خيمة بحك من الأمة دي هشكا من اللي تزوجت اتمنت ودقدقت مع هذا العقال اللي ديته حتى الزين كنت زين يا صاحبي مو حسابك ولا زي قمت ايه يا صاحبي مليخة يا مليخة جيب لك الصباط راه في الشومبرا نجيب لك الصباط ويا ما تحشمش فعلا انت راك مقصص من رجليك ولا كيفاش نضرب في صباطك وطبق عليا خير ما راني انا مريضة وميتة قاعدة بالحمى وانت نورمال تبني الصبار تبني الصبار يودي انا ما قلت والو غير كي شغل راه يضرب لي التعتريف نكون نايم اذا اللي هبلت وانا ما على باليش اي اليوم ما كانش الفطورة راني عيانة ومكملة دبر على روحك باينة بلي تعيا يضلي تدوضري على بونا سوان وعطيتها القوال ايوب قلتلك راني عيان شارك تسمتم تحت نيفك ها؟ يبان لي عاد ولا لك التحتريف نبرالك ونتفاهمو يا بدي ما راني نقول والو راني ندعي لك يا ربي تشافيها قدمك يا ربي ما يجيش حصلني هاد السايح وانا غير حشيشه طالبه معيشه شا دخلني في هاد الصوالح في هاد البوليتيك عندني خاطف طياره في السماء وخاون بونكا في الارض باينه بلي غادي نباسي في هاد لافير الو الو راني غير نعيط لك اصاحبي وراك انت اسمعني 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 الهرايله راهم دايرين بروغرام غادي يخطفوا كل يوم على الصوت ما تمشيش تلتم راك تسمع فيا يا ودي راهم دايرين بروغرام راني نقول لك يخطفوا كل يوم على الصوت ما تمشيش تلتم مع صاحبي رفيق السيد ما بان لحظة مركز ثقافي لا والو والو ما بانش صح ما عليه زيد شويه وراح تروح صح صح
هذا هو اللي تقول لي سي ال اي والفول كونتاكت والزرع كونتاكت وخطف زوج طيارات و27 عمليه قريب ترد عليه بلادن زيفطنا يجيب فرطوط ما قدش يا ودي الحاج السيد راه من الخمسه تاع الصباح هو تم هذه الجي بي اس هذا ساتيليت هذا اللي جمال وهذا باش جا معانا راه دار معانا وغير حشم مني في ديك السومه والسيد ما جاش باغي يدير له دوار فيه ربع ديار وزوج كلاب تلفت له باش يصيده وتقول لي 27 عمليه سمع هذا كان يخطب دجاج ماشي بني ادم على بالك خطرات حتى نقول ما نجيش نتبع راياتك ونعاود نسيب روحي نتبع فيك الو واه شكون ذا اللي خطفوه طاهر احنا عندنا واحد سموه طاهر ولد بنتك الحاج يا خلاط ربك خطفوا لنا هذا الولد اجري يا ابن الكلب اجري شالوه ذا البرميل تاع واستير نطق هذا البغال هذا والو الحاج زبير سيت معك على الطرق ما كانش حل اشتا الحاج زبير علاش قلتها لك لو كان خليتها عليا انا ما نوصلش لهاد المشاكل وهذه تماره كيما هاك زوج كلاب يتقيلنا كلشي وكان تبلع فمك ماشي خير مش عارف فيك كذب ماشي قلت لي عندي صحابي ويجيبوه لي حتى لهنا وكذا كان مشى مقمق والعقل جابوه هل في كذب ادمر له ادمر له الحار اليوم البواسر نخرجهم لك اليوم اهدر قرر قولوا شكاين اقلع له الجام راه بغي يهدر اوه هذا فرطوط اللي خاف بدي يرعف اهدر والله لا خاطيني والله ابراهيم راهم يقولوا تم الدهشره تم اللي ديتوا الموتور وانا ماذا بيا يولي الموتور ويولي الما يجي كما كان يجي بكري لا لا ذا ما يهدرش جبت 340 لا هذاك 220 جبت 340 ايوا هذيك هي دوك ادمر له ادمر اليوم نوض لك كونستيباسيون اليوم لي سطوم نطقها لك اليوم ادمر له اودي الحاج شكون ديروا صاحبي شكون ديروا علاش خطفتوه؟ السيد كان يعيط لي باش يقول لي الهرايلة مشي لي خطفوني عشيتو نتوما خاطفينه الهرايلة شتا هو لي خطفوك مازال ما جاتهاش ما اللي خطف الدهشوري الو وشتا هو الموتور صابوه وين صابوه؟ راه في بلاصته وما بانش اللي داه ما بانش ايا واللي رده ما شافوش والو ايوا صح صح شتا الحاج ها كما خونا راه مش هاد الفلوس الموتور ما يردوش يتمشاو غير في المطرق كي اي او نعرف لهم دواهم انا طلق عليا ذا الخلا عطيه زوج بيضات بحال يمشي يروح هذا شي في الشكيل هذا صحات ليا وصاي والله ما تحشمو تخاطفو الطفل حاط فينا باطري ولا طوصل نتاع لوطو يا واحد الخيان يا واحد الملعن عمي السايح ما خونوني ما والو جيت عند التوفيق حتى جيت وراني ماشي هادي جماعه ما كان والو نعلو الشيطان هذا غير سوء تفاهم الشياطين راهم بزاف ويبغوها غير شعله انا غادي نفهمكم طاهر كما العاده والعوايد جدي عليا كتاب راه داي كتابه وماشي يروح ما كان حتى حاجه ياك سما انت راك تدرك عليهم دلك على هذو خيان هذو خيان صاحبي قال لك ما كان والو ما كان والو دور راه تروح مالك ترطق عليا هنا انا كنخونو دراهم ولا حاجه فيها فايده واش ندير لك انا هنايا مقنينو هذا واش ندير به انايا
خسر عليك المصروف حاصل فيه تقدا كاشير وشمسو وليكوش. اسمع، حنا الجهاز المخابرات تاع العرايلة العشبياي قالوا لنا باللي خطفتوه، جي تلعب معايا انت ولا هو. حنا العرايلة حجرتك عاد فيها الدوار بيقولها، وإلا جات على الاختطافات تبقى تضرب على ولدك ما تلقاش، يبقى الصباح نديلك واحد وعشية واحد وسلك انت وياه روبلوها في هذا الدوار. انا راه معدود مدني، هذا قاتل الحرب اللي راه بيناتنا، ماشي رجلات خطفوه. يسمى راك عارض لي السي اي اي، راك عارض لي ما تقدليش مطرق ياه، وانت هذا القرونه تاع الكدان زعما تسلكك ياه. قول لي وذاك ماله ماله يطبطك كي المي، وهذه الاختطافات وكذا ومن احنا ثاني جهاز الامن تاع الدهاشره جابوا لنا معلومات باللي بغيتوا تخونوا التوفيق ولا اللي ما يقدش العنب يقول حامض. عمي الزبير اش راكم تكبروا فيها؟ غير قول لي اش راكم تكبروا فيها؟ راني موالف نجي عند التوفيق ندي عليه صوالح ويدي عليا صوالح، ما كان عجب الله يرحم الشيباني يلا نمشوا، هذا غير شي طايش عارف فيها بيناتكم. ما كان لا صوالح لا والو، حنا واش مريق له؟ لاباس اخويا. السينكو السلعه تاع اليوم مدرحه ما دارت لي والو، مشيت الحمام تحممت وخرجت ولبست قشي لا تحسن ما كان والو كاع مانيش كامل. يا صاحبي السينكو دور معايا كاس السلعه تكون شابه. طاش الدورك ضربها صاحبي، ريح دوك نعطيك حاجه طرت ريح. اشوف انها حاجه طرش السينكو، راني مشكل وكاره حياتي، خاصني ننسى روحي شكون انا. شي بروبليم قالي اللي يسموها هيروشيما، هذيك اللي دخلت من عند جواري ولي سونتيون قدامه تشوف فيه، ما راه عارف لا وين راه لا اش راه يدير لا والو، راه حاسب روحها على الفاضي. سمعنا ندي تبهديه هذا راه موالف راه دايرت له كيماها يا وانا. السلام عليكم. سلام الله واسي سلاح موسى كي راك؟ لاباس. لكن ليه؟ لاباس صحيحه مليحه الحمد لله. لاباس وتما لاباس الحمد يا درا ديك لا لاباس الحمد لله. قول لي عندك امو كاين شعره داير سبعه شفنا ترخيص على اللي تحت. شوف اسي سلاح انا قادرك كيفاش هذه قيمة حسابية صح؟ حنا فهمتنيش زعما انت تبيع قلب. واه 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 هذيك الأرض خبيط، هذيك الأرض ما تلبث فيها لا شوك وما تنبعنا، نمشي نقيس دراهمي فيها وزيد بزيادة كل عام تنوض فيها مشكلة. فهمتني بارك مول؟ إوا خمم ومن بعد قولي خمم يلاه يعاونك. ماركي ماركي كيما العادة ماركي. تر تر باسيوني نخدم على شري ولا انا نقدر ايوا هكذا. انا نخليك بخير.
قلت لك يا جابوها الحنه. يا اخت الامصا، واش هاد الحنه اللي جابوها لها؟ الكبش كي داير المصروف. خيط دراهم عطاها 10 ملايين بلا ذهب. خيتك هذا باغيغ، هادي مريبه ياي، ودك الخوات من كشفتيهم يغويو. هل عمد علينا داونا في وقت الغفلة؟ داونا باطل. ايه خيتك نضحكك خير ان شاء الله. انا لم ينضحك، انا نهار لي داني هاتك المجهو كل شي ذهبي بقشي بالفاليز استقامي 720,000. 720,000 مرة جيبتها بدعية دروك. ولا 720 كان يكملها لك 800 ولا كنتي بروموسيون جاتي خسارة عليك. ايوا ما تزعفيش يا اختي. لا عندك 720,000. انا ما كنقول لك انا باش با الله يرحمه بدلني مع الحاج ابراهيم تموتي بالضحك. ضحكي ولا تبكي يا اختي، واش نقول لك؟ بدلني بهذاك التليفون تاع نوكيا تاع قليل هذاك اللي قدامها. وبا فرحان بيه. وماشي في خاطر باش يهضر في التليفون ولا باش يشيخ ما يفهم له والو، وقال لا يفهم بدلني باش يلعب ديك الدودة. هو بدلني الدودة نضحك ولا نبكي؟ قال نمصا علاش بكري كانوا يديو بالثلاثة وبالربعة؟ يا كان السوق طايح وحنا حاسبيناهم رومانسيين وما غيقلت شي لا علاقة لهم بالرومانسية. لا لينا ندب على الرومانسية لكي تهضري عليها دروك انتيا. الرومانسية كلشي يا بنتي على العشرة. بكري كانوا يديو بالثلاثة وبالربعة وكانوا يصبروا وكانوا يتقاحروا ويتعايشوا ويقعدوا مع بعض وهادي تولد وهادي تربي وهادي تغسل وهادي تلبس. بصح دروك اختي دارها وحدها والله والتحواس وتجرهم الاثنين وما عجبهاش الحال. وراكي تشوفي دار الشرع راها معمره غير بالطلاق. الله يسترنا ويستر وليداتنا. الله نصلي عندك الصح. الله يرجع غير ربي يجيب الصبر ان شاء الله. واه اختي ان شاء الله ان شاء الله. المهم اختي انا خليك وعشيه نلاقوا في الحنه تاع مانا. يا اختي مازال ما قلتهاش ان شاء الله. شويه نمشي نسقسي بالك نمشي نباركوا ديك الجروه. واه السايح يا علو. واه الحاج واه راني نسمع فيك. واه لقيت الزريعه يا ودي؟ غير الزرع وراهم متهاوشين عليك. الحرب راها نايض. ايه انت لو كنت تمشي للبحر تلقى الناس فيها لاطي. واش الحاج نجيب الزرع ولا ما نجيب ال واه نجيب 10 قناطر نتاع الزرع ولا نقول لك جيب 15 باش نحرثو ديك الارض نتاع اسكندر. واه ايوا الحاجه انا تسعفني غادي نولو في بروبليم مع بهاشره ونعشو في حل وربط. وانت واش دخلك انت يا دروك؟ راك باغي تولي تسير في بلاستي ولا عندك شي زري باش نسلي راه خويا كان بغيتي انت باغي تقبض بلاستي انا تولي تحكم انت؟ خاطيك انت هاد الصوالح. قلت لك شري الزريعة شري الزريعة وشوف الخدامة غدوة باش يبداو فيها. واه ايوا هي صح انا راني داخل براج تاع ديوانا دوك من بعد نهض. صح إبراهيم وعقلي بيناتهم النار تغلي نهشوا ريده عيوني وبيناتهم ما تفرش كل خطرة في حرب السرقة والضرب ما يسواش القلب ما تسواش النية نغمة قصبة والرقصة بالعود قدر بحساب وكل جهود يركي منا والعلينا نور عندك الحب تبلي ديار لكن ترضيك عيش الضغية أنا قبل برا ولا
كيفاش يكبر ولدي واللي ونكمل حياتي عادية ولا نصبر الحكام القاضية داروا سنة